وعاوز اشكركم جدا الحقيقه في الاستوديو بتاعكم وقناتكم على التغطيه الجميله للبطوله واهتمامكم بالمنتخب المصري ومعرفه كل التفاصيل. ومش بس كده، انا عايز اشكر كمان دوله الجزائر كلها الحقيقه والاعلام الجزائري على ان هم اتاحوا لينا في مصر. يعني انا النهارده كنت بتفرج على المباراه في بيتنا مع والدي ووالدتي على القناه الجزائريه اللي بتبث المباراه. احنا الحقيقه بنشكركم جدا الحقيقه يا جماعه اللي انتوا عملتوه مع المنتخب المصري ومع بطولة افريقيا على راس الشعب المصري كله، متشكرين جدا ليكم. طبعا بشكركم كمان الاستوديو ما شاء الله مدجج باساتذه كره القدم اللي بتتكلموا كلام عظيم وناس دارسه وعارفين هم بيقولوا ايه.